اتبنى سنة 1571، هو قطعة فنية موجودة في حي بولاق أبو العلا. في حي بولاق أبو العلا بيقع مسجد من أشهر المساجد اللي موجودة في القاهرة، هو مسجد سنان باشا، وهو تاني مسجد اتبنى في العصر العثماني بعد جامع سليمان باشا. وسنان باشا هو أحد الولاة العثمانيين على مصر وأشهر المعماريين في الدولة العثمانية، وقال عنه العالم الألماني كلوك أستاذ في تاريخ العمارة في جامعة فيينا إن سنان باشا يتفوق فنيا على مايكل أنجلو صاحب أكبر اسم فني في الحضارة الأوروبية. المسجد مشهور بقبته وهي أعلى قبة في مصر، المسجد يخطف أنت أول ما تدخله. انتوا كمان تقدروا تزوروا المسجد في أي وقت. ودي كانت حدوتة من حواريت صدى البلد، استنونا بحواديت وحكايات جاية كتير.